تركي العمار ياخذ كرة بعد ذلك، تمريرة ذكية لدى الحمدان، عبد الله يلعب كرة عكسية، الله 16 كانت للباطن بأقدام دي سيلفا، ومرة أخرى كانت في 2017 ونعم نوال أخرى لانطلاقاته، هذه الكرة في مكان فابيو، مر فابيو وبعد ذلك مرور من العمار لديوب ديوب ديوب راكيتي اجوانكا، الله 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 الله. ينضم نور الدين مرابط الان الى بيتي، لكن بيتي يلعب الكره بالراس، ينتظر الكره دائما الافضليه للنصر في الكرات العرضيه، عرضيه من جديد الان، الكره لضمك بالراس لكن مقطوعه تبعد وتعود الى مايكون، والمحاوله ما زالت خطره، تسديده الله صالح النصر، المحاولة لبيتروس لكن بيتروس كرته مقطوعة ترجع نصراوية، المحاولة إلى بيتروس الانتصار من جديد، الكرة في مصلحة ضمك، ضمك مع الكرة واللقطة في الجهة اليمنى الآن، شنيحي يلعب كرة عرضية لكن العرضيات دائما ما يكون هو الأطول هو الأقرب لها، ما يكون الآن يتابع كرة لكن يخادع فيها حارسة ولكنه بعد ذلك يفقد النقاط، كرة تعود في وسط الملعب، لمسة من جانب روماريلي وإلى على عبد الإله ثم سعود وانطلاقة على ناحية اليمين، لا زالت أصفار ولا زال انتظار بيشي، حاول يمر البيشي يمر لسعود على اليمين، تمرير اليمين هذه تسديد، الله يبحثون عن هذا التركيز في آخر دقائق، جوبينكو عرضية بالراس